اهلا بكل مشاهدي قناه المحور في كل مكان. يوم جديد وحلقه جديده وقعده جديده من قعداتنا فهو هنا ان شاء الله. النهارده معانا فقرات كتير حلوه ان شاء الله تعجب حضراتكم. في البدايه خلوني اسلم على ديما ونرمين. اهلا بيكم. ازيك يا مروه؟ عامله ايه؟ مسكتنا شويه. ايوه عامله ايه؟ الحمد لله كله حلو. وانا اكيد برحب بكل اللي بيشوفونا دلوقتي على شاشه قناه المحور. حلقه جديده ان شاء الله تعجب حضراتكم. وطبعا اسلم على نرمين. يا ديمزي اخبارك ايه؟ ازيك يا مرمون؟ ازيك يا نرمين؟ انا كمان خلوني اسلم على كل الناس اللي بتشوفنا دلوقتي. اخر يوم في الاسبوع من هو وهن، وان شاء الله النهارده الحلقه تعجب حضراتكم. هنعرف معانا ايه من مروه. خلونا كلنا نتفق ان في احاسيس كده ممكن تضايقنا جدا جدا كاشخاص، هو موضوع الرفض او فكره الرفض. ازاي نتقبل فكره الرفض من في اي حاجه؟ ممكن في مواقف بتمر علينا بنترفض فيها، سواء في علاقات، سواء في شغل، سواء مع صداقات، او في حاجات كتير جدا، او حتى في الجوازات. وممكن يكون الموضوع استمر شهر اتنين تلاتة بس للاسف يقولك خلاص اصلا ما حصلش نصيب، انا مرتحتش. وهي ممكن تقول انا مرتحتش ويحصل رفض. ازاي بقى احنا نبقى عندنا ثقافه تقبل الرفض ده؟ انت بتتقبلي الرفض؟ ممكن كنت زمان مش بتقبل الرفض ده طبعا، يعني هو زي ما انت قلتي ان فكره الرفض بتبقى ممكن صعبه او بتبقى مخجله قوي للبني ادم. سواء انا اترفضت مثلا رايحه شغلي، بس يمكن في الشغل ما الواحد بيزعل او بيتضايق اكتر من هو متضايق من الرفض. لكن ممكن لو انا في علاقه مثلا او رايحه اقابل حد وانا اترفضت، ممكن لا انا اخدها على نفسيتي شويه. لكن انا مؤخرا انا والله ما بقيت متقبله اي حاجه. يعني فانت بالنسبه لك ايه ديما؟ مش عارفه، ما اترفضتش قبل كده. مش عارفه الابره ما تقليش لا قبل كده. ما تقليش لا قبل كده بكل صراحه. بس انا اللي انا اعرفه واللي انا واثقه منه ان الرفض عامه او كلمه لا لما بتتقال لشخص بتهز ثقته في نفسه جدا. اكيد. يعني انا دي حاجه انا مقتنعه بيها جدا. والتعامل مع الشخص ده بعد كده بيكون صعب، حساس كمان قوي. بس ازاي بقى حسن ده موضوع لوحده، ان احنا ازاي نتعامل مع الشخص وازاي نتعامل نعالج نفسنا بقى من ما ده اللي هنتكلم بقى عنه كمان في فقرتنا النهارده او في فقراتنا. ان انا ازاي انا كبني ادم انا اتقبل الرفض ده. ان انا مثلا في جوازه او حاجه، راجل او ست، على فكره مش بنتكلم على الستات بس، لان في رجاله ساعات لما بيترفضوا برضه بياخدوه على كرامتهم قوي، بيبقوا متضايقين جدا. فاحنا هنتعلم النهارده بقى ازاي انا اتقبل الرفض ده، وبالعكس ان انا خلاص احوله من حاجه سلبيه بالعكس احوله لحاجه ايجابيه. طيب والنهارده برضو هنتكلم عن واحد من اهم الحاجات اللي ممكن تخوف ناس كتير جدا، وهو حاجه اسمها جواز الصالونات. ناس كتير قوي عارفه جواز الصالونات وبقى منتشر بشكل كبير. العائلتين بيكونوا مبسوطين جدا وفرحانين، وللاسف الشخصين بيحصل بينهم بلوك كده وما يبقوش عارفين يكملوا. ناس كتير قوي بتحس ساعات بعدم ارتياح، وده على فكره عادي جدا ممكن بيحصل في العلاقات، او ممكن تخوف شويه. ففكره ان هم يرتبطوا بعد كده، بعد ما يجي يرتبط يقول لك لا خلاص اصلا انا ما ارتحتش، فده شيء بيبقى مؤلم جدا للراجل والست وكمان للولد والبنت. فالنهارده هنتكلم عن سبب المخاوف وازاي يعني نتخطى فكره الرفض، وازاي نتعامل معاها بشكل بسيط وايجابي، وبعدين ان احنا نكمل حياتنا بشكل سهل وما يحصلش عندنا ازمات. خلينا نبقى متفقين ان جوازات الصالونات دي او زواج الصالونات اوقات كتير بينتهي بالرفض، ما لان ما بنبقاش عارفين بعض. اتنين بيقعدوا مع بعض، انا ممكن ما تقبلوش، بتبقى راحه نفسيه على فكره. زي مثلا شقه، داخله اشتري شقه او رايحه اشتري عربيه، حاجه مع ان الشقه تبقى حلوه جدا او العربيه حلوه جدا، بس انا قفلت. الجواز على فكره كده بالظبط، انا ممكن اشوف واحد انا اقفل، هو راجل كويس زي الفل، او العكس هو يشوف الست يقفل منها. فالنهارده ان شاء الله هنتكلم عن جواز او زواج الصالونات، وازاي ان انا اتقبل فكره الرفض ده، وان انا ازاي اتخطى الموضوع ده. هيكون انا معايا ان شاء الله في فقرتي دكتور اميره الفيشاوي، هي استشاري او اخصائي كمان اسري. هنعرف بقى منها حاجات كتير، وان انا ازاي اتخطى الموضوع ده. احنا مركزين النهارده جدا على الرفض، هيكون معايا كمان في الفقره الاولى ان شاء الله ريم طارق، هتكلمنا برضو ازاي نتخطى فكره الرفض، وازاي نتقبل كل الحاجات اللي احنا ممكن بنمر بيها بسلام وامان من غير اي تاثر بمشاعر سلبيه. بعد ما نشوف ده عايزين ناكل، بعدين مواضيع فقرات النهارده مالناش دعوه. احنا نعمل النهارده اكله حلوه لذيذه كده، هنبسط شويه في فقره المطبخ. بس خلونا بقى برضو قبل ما نطلع فاصل نروح نشوف التقرير، بس قالنا الناس في الشارع عن رأيهم في جوازات الصالونات. تعالوا نشوف قالوا ايه ونطلع فاصل ونرجع لكم مرة تانية. ما هو
على ضد فكره جواز الصالونات. يعني مع بس برضو قبل ما حد ياخد قرار حاجه انها تبقى رسمي يبقى عارف شخص اللي قدامه كويس. يعني حاسه فكره قديمه خلاص وعدى عليها. لا ضد جواز الصالونات بصراحه. لا الجواز عن حب احسن افضل بكتير. يعني اتعرض عليا ورفضت جدا. لا مع الفكره طبعا ان انا اخش علاقه ما فيهاش تفاهم من اساسا هي دي المشكله. ما جربتش بس يعني اسمع عنها ان هي بتبقى فاشله يعني مش حاجه حلوه يعني. والله هو انا مع وضد في نفس الوقت. انا احب اكتر انه يعني اعرف حد انا اللي اعرفه وانا اللي ابقى عرفته. يعني ليه اخطب وليه يتقال عليها مخطوبه مثلا وليه يتجوز وبعد كده نبقى نفهم بعض؟ احنا ممكن نفهم بعض من الاول برضو وبعد كده نبقى نخطب او بعد كده نبقى نتجوز. لازم فتره طويله قوي عشان اتعرف عليه وكده. فكره ان انا اكلم حد ما اعرفوش وما شفتوش قبل كده وما بحس برهبه وبحس ان انا لا مش حاسس ان انا عايزه يعني اكمل حياتي مع حد انا ما اعرفوش فجاه. بس حصل زمان بس لا الموضوع يعني. لا ما عدتش اقعد فيه ان انا قلت لا طبعا مش هقعد في جواز صالونات وكده. انا اللي ارفض مش هو اللي يرفض. لا لا عادي ما ممكن الرفض يجي من ناحيه تانيه. لا مش حابه الفكره خالص اصلا. لا ما بخافش من الفكره طبعا. مفيش مشكله رفض من عندي او من عندها مفيش مشكله. لا اللي هو اللي يرفض لا يعني الحمد لله واثقه في نفسي. لا لا خلونا نتفق ان مشاعر الرفض من المشاعر السلبية الصعبة جدا اللي ممكن تأثر على نفسيتنا. ساعات ممكن نحس الشعور ده برفض في العلاقات، رفض في الشغل، رفض في شريك الحياة، بس في اشخاص معينة ممكن بتقدر تتعامل مع المشاعر دي بشكل ايجابي بشكل مقبول جدا جدا وما تتأثرش بده. اشخاص تانية الحقيقة ما بتتقبلش ابدا الشعور ده وبترفض دايما الاعتراف بيه ان هي اترفضت. ممكن الرفض ده ما يكونش حاجة تأثر عليه او ممكن يكون يقلل منه، لا بالعكس ممكن يكون خلاص ما فيش نصيب في شغل، ما فيش نصيب في علاقات. التعايش مع الرفض ده ممكن يكون صعب على ناس. النهاردة بنتكلم عن تقبل مشاعر الرفض وازاي نعرف نتعامل معها في حياتنا ونحول المشاعر السلبية دي لمشاعر أو تجربة إيجابية عادية جدا عدت أو مرت في حياتنا. ضيفتنا اللي هتكلمنا في كل التفاصيل دي اللايف كوتش ريم طارق. أهلا بيك. أهلا بيك. أخبارك إيه؟ الأخبار الحمد لله. خلينا نتفق إن مشاعر الرفض الصراحة من المشاعر اللي ممكن تكون مؤثرة جدا جدا بالسلب. إزاي نتقبل المشاعر دي؟ بصي احنا المفروض الأول نفهم إن الرفض يعني ممكن نحط شوية بيزكس كده. اول حاجه ان الرفض ده حاجه اساسيه في الحياه، يعني طالما في اوبشنز كتير وطالما في تجارب كتير احنا بمر بيها فلازم انا من جوايا يبقى عندي زي سلام داخلي مع فكره الرفض ان انا طبيعي ان انا ممكن اترفض وممكن اتقبل، طبيعي يبقى في نقد عليا بناء او هادم ليا بس انا المفروض ان انا اتعامل معاه. ففكره الرفض يعني معظم الناس بتاخدها للاسف بتو فيزز الاثنين اضر من بعض، يا يعني اما باخدها ان انا ضحيه او ان انا على طول انا مرفوضه وانا اصلا ما استاهلش فعشان كده انا اترفضت من كذا سواء شغل او علاقه او فريندشيب اي حاجه، او بقى بيبقى في سايد تاني خالص ان انا عندي ايجو معين انه مين انت اصلا عشان ترفضني او انت ازاي انت اصلا ترفضني، فبيبقى عندي فكره الدينايل والانكار ان انا اترفضت، والحالتين انا ما بستفادش منها بحاجه، ما بحولهاش لحاجه ايجابيه في حياتي. بيضيع وقت على الفاضي. بالظبط، انا كده مريت بالتجربه واثرت عليا نفسيا وما عرفتش استفيد منها. طيب خلينا نتكلم عن العلاقات بشكل اوضح. في بعض الرجاله ممكن تعجبهم واحده ست وعايزين يخطبوها. الاهل بيكونوا رافضين جدا، ممكن الراجل بقى خلاص يتمم الموضوع ده ويصمم عليها ويتجوزها، وطول الوقت الاهل دول رافضين. في بعض الستات ما يفرقش معاهم الاهل دول خالص ولا هم يكونوا في بالها ولا هم هي معترفه بيهم، بس الاحساس نفسه في العائلات ان دايما ان في عيله رفض شخص عشان هم مش متقبلينها، عشان هي غيره هي احسن منهم وهم فاكرين ان هي اقل مثلا لاسباب نفسيه، انت عارفه طبعا الحاجات دي بنشوفها. ازاي العائلات ما تبقاش دايما عندها مداومه للمشاعر الرفض رغم اتمام الجواز ده؟ هو انا بحس ان الراجل نفسه المفروض يتعامل مع الاثنين بطريقه مختلفه، يعني انا اهلي احاول اشوف ايه اللي ممكن يتقبلوه في البنت دي، وطالما انا شاريها وعايز البنت دي فانا ممكن زي ما تقولي احسن الصوره اللي هم منتظرينها منها من البنت دي من غير ما احط بريشر عليها. في ناس كتير قوي عائلات بيرفضوا بيبقوا عندهم امراض نفسيه او هم ما عندهمش ثقة بالنفس او هم مثلا بيبقوا عندهم اعتقاد لحد تاني عايزة اجوز ابني لوحدة تانية، الكلام اللي احنا عارفينه ده. ازاي نحسن المشاعر دي او نلغيها عشان الحياة تستمر وما يحصلش مشاكل؟
لو بنتكلم على الجواز انا ممكن كست بقى يعني عشان هي الرفض ده لما بيجي لها في اول الجواز ممكن زي ما انت ما قلتي بيبقى شويه مشاكل من الاهالي وبتبقى دوشه وهي بتحاول تبعد نفسها عن القصه دي. بس بكلم دلوقتي لما اتجوزت هي محتاجه تتعامل مع العيله الثانيه عيله جوزها محتاجه تتعامل تشوفهم كتير والكلام ده. انا بحس ان انا يعني انا هثبت شخصيتي بنفسي وفي ليفل معين لان زي ما انت ما قلتي في ناس للاسف عندها امراض نفسيه في ناس ممكن تبقى اصلا غيره فانت مش هتعرفي تلجي الشعور ده. فانا بالنسبه لي انا هوصل لليفل معين والله انتوا متقبليني كده تمام مش متقبليني يبقى بيننا صله رحم وود ورحمه بابنا. انا هقول لك على حاجه انا بقيت احس في الظروف الحياتيه اللي احنا بنمر بيها والريتم الحياه السريع كده احسن كل واحد ده بعيد حقيقي. احسن ده حقيقي. طيب لما بنيجي نشوف بعض الناس ممكن تترفض في شغل تروح وتبقى عندها اكسبيرينس عاليه جدا ويبقى ما فيش اي مشكله وتترفض في شغل ودلوقتي بقى كل حاجه مش هنقول وسايط قوي بس بنقول ايه ان في الناس بقت عايزه تشتغل والوظايف كترت بس برضو بيبقوا بيختاروا على الفرازه. لما النهارده حد من في الشغل يترفض ياخد الموضوع ده ازاي لان طبعا بعد ما بيترفض بيبقى عايز يبقى عنده طاقه ايجابيه عشان يقدم في مكان تاني ده حقيقي. فازاي الغي الشعور السلبي ده؟ بصي هو اولا انا لازم الغي فكره ان انا اترفضت لان الموضوع بيرسونال يعني للاسف انا لو خرجت من شركه دلوقتي اترفضت اقول اه ما انا اكيد ناقصني حاجات انا كذا ما اجيش على نفسي في القصه دي انا اطلع بره الموضوع لبره واشوفه من وجهه نظر الشركه يمكن اتعلم منهم يمكن فعلا هم رفضوني لاسباب معينه يمكن انا كان ناقصي كورس معين ده اللي كان هيحسن مني فانا حاسه الحاجات دي يعني ايجابيه اكتر ما هي سلبيه يمكن الشخص اللي رفضني ده فوقني عارفه لما حد عارفه القلم اللي بيفوق جداً جداً اللي هو اه اداكي فعلا تفويق ايه ده انا اترفضت انا روحت عيطت بس بصيت على السي في بتاعي ايه ده انا ناقصني 1 2 3 فاهم قصدي فهشتغل عليهم فدي بحسها ايجابيه من وجهه نظر دي او ان اصلا يمكن اختياري انا للشركه. بصي في مين كده بحس الناس كتير مش فاهماها انه زي ما الشركه بتختار انا كمان بختار شركه انا يمكن انا مختاره لنفسي مكان غلط يعني انا ساعات بقدم على شركات يعني انت بصي قلبتي الايه وقلتي انا اللي ممكن اكون مختاره غلط النهارده رغم ان ممكن يكون وظيفه عجباني جدا بس ما اخدش الاختيار ده ان هو اختيار حقيقي او صحيح 100% وهم اللي يكونوا رفضوا لا ده انا اصلا ممكن اكون انا في المكان الغلط بالظبط. فساعتها اقيم نفسي صح ان انا انا ايه الادفانتج اللي عندي 1 2 3 انا واخده كويس 1 2 3 يمكن المكان ده مش محتاج الحاجات دي ففعلا لازم يرفضني مش معنى كده ان انا قليله فاهمه قصدي. طيب طلع موضة جدا وبقينا نسمع وشيع جدا في الفترة الأخيرة أن ولد يشوف بنته ويعني يبتدوا يتكلموا ويحصل ريليشن بينهم ويحبوا بعض وبعد ما يحبوا بعض يقولها أنا آسف أنا فكرت كويس لقيتك مش مناسبة ليا. دي صدمة بتبقى كبيرة جدا لأن هو بغير جواز الصالونات حصل أوريدي حب بينهم أو مشاعر بينهم وبيحصل برضو العكس بعد ما هي بتستمر معاه تقول له أنا آسفة جدا أنت الشخص مش المناسب بالنسبة لي. فالرفض هنا عايز اقول لك برضو احنا كبني ادمين يعني قهر جامد قوي والممنوع مرغوب خلينا نتفق دايما كده الممنوع مرغوب بالظبط كده فدايما ممكن يكون هي مش عاجبه برضو قوي عشان يعني خلينا نتفق وهو ممكن ما يكونش عاجبه بس ممكن انه رفضني ان ده ان هي اترفضت او قال لها لا اصل انا ما انا اسف انا انت مش الشخصيه مناسبه بالنسبه لي فالممنوع مرغوب لاني اتمسكت بالشخص ده اكتر او هي اتمسكت بيه اكتر ده انتشر قوي في الفترة الأخيرة إزاي أتعامل معاه واخلع نفسي كده من العلاقة دي بدون وجع دماغ وبدون إحباط ويأس والكلام ده. هي أول حاجة إنه أكيد البنت اللي حست كده هي مش مقيمه نفسها صح يعني هي مش عارفه نفسها صح لان هي لو عارفه نفسها هي مش هتنتظر تشوف نفسها من الشخص التاني ده. اه انا معاكي هي قصه حب وطبيعي بس في فرق ان انا باوفر كام قصه حب وفي فرق ان انا شبطت فيه عشان هو كان محسسني احساس معين انا كنت يعني نقص عندي في نفسي انا فاهمه قصدي ايه انا يعني كنت مستنيه حاجه معينه هو مديها لي دي تكسر كسره تانية خالص عن ان قصه حب وكان بينا ممكن يبقى نصيب وايه ده انا اتجرحت فخلاص مفيش نصيب ما بيننا فهطلع زي ما انت قلتي هطلع بهدوء علاقه انتهت وهقدر اوفر كم وامشي في حياتي تاني. اللي ما بيمشوش بقى في حياتهم بتبقى اوريدي مش عارفه قيمتها من غير الشخص ده فهي مش قادره تاوفر كم. بس خلينا نتفق برضو يا ريم ان في ناس عندها التعلق بيبقى شديد قوي يعني ممكن يكون فعلا شخصيه اتعلقت بيه وممكن يكون هو اتعلق بيها فازاي انا امشي بسلام من العلاقه دي من غير ما اتاثر بالتعلق ده؟ بصي اول حاجه ان انا هعترف ان انا لازم اتاثر خلينا بس نبقى صراحه احنا على ارض الواقع دلوقتي انا بحس انه البنات من الضغط عليهم لا ما تتاثريش لا ارجعي لحياتك لا خدي وقتك لا عادي. طبعا بس احنا بنقدر تتاثري وعيطي واعملي بلوك شويه وعيطي على الصور وناخد البروسيس كلها بس بعدها اطلع بقى من يعني من العلاقه دي بكام درس. اولا هل هما الاثنين كانوا في سن نضج
كفايه ان هم اختاروا بعض. اصل فكره ان حد فجاه احنا كنا بنحب بعض جدا ومن شفت انت مش مناسبه ليا, ده معناه ان هو نضج في حته معينه. فاهمه قصدي؟ لا, وعايزه اقول لك برده غير ان هي ممكن تكون حقيقه, وممكن يكون في بعض الاشخاص رجعوا مثلا افكارهم او شافوا ان مفيش تكافؤ بين العلاقات مع بعض او بينه وبين الطرف الاخر. بس طلع موضه دلوقتي ان الولاد بيضحكوا على البنات, انا عايزه اخطبك لو بدخلين داخله كده اللي هو ايه داخله رسمي اصلا يعني صلبه كده, واقف واقفه صلبه على الارض ويقول لها انا عايز مثلا اتقدم لك انا مش عارفه ايه. فيقعدوا مثلا شهرين ثلاثه في ريليشن ويتعرفوا على بعض, البنت بيبقى عندها ثقه بيه عمياء, وبعد كده يقول لها امان انا ايه ده كده كده هيكلم بابايا. فدي مشكله بتبقى كبيره قوي للاسف, انتشرت بشكل كبير جدا خصوصا في السن الصغير. احنا ممكن نحلها بفكره الافعال يعني. انا لو فضل معايا كده ما اقعدش بقى الشهرين مستنيه الجملتين دول. تقول لي تيجوا على يارين, يا ريت تيجوا على شهرين بس سنه سنتين ثلاثه. لا ما انا بقول لك بقى, متخيله ان انت بجد قاعده سنتين هحس انا ان شاء الله هقابل بابا. طب ما والله ده يعني بابا قاعد على يعني قبل 24 سنه 25 سنه سن الجامعات بقى انتشر بشكل كبير جدا يعني الموضوع ده انتشر. بس ممكن اقول لك حاجه ثانيه برده عشان ما نظلمش الولاد, انه برده الحياه دلوقتي صعبه قوي. ممكن هو فعلا مش جاهز انه يقابل بابا, هو فعلا حبيبها. سيبك اللي بيغير رايه ده قصه ثانيه خالص. طب اكلمك على سيتويشن انه ممكن يقعدك, فاهمه قصدي, يقعدك جنبه لان فعلا هو محتاجك وحبك. بس في نفس الوقت بجد انا مش قادر ماديا دلوقتي ولا اي حاجه ان انا اقدم نفسي لبابا. طيب الشخص طلع ابن حلال ودخل البيت من بابه وتقدم فعلا, خلينا نشوف الرفض الاجتماعي. يعني ممكن يروح يقابل بابا في البيت ويطلبها رسمي, وبعد كده للاسف يترفض من العيله. فالرفض الاجتماعي ده انت بتاخديه ايه للناس اللي بتترفض رسمي يعني في جواز صالونات, رايحه تخبط على الباب وفجاه يقول لها لا, يقول له لا خلاص احنا لا مش موافقين. بصي بالذات لو الاثنين يعرفوا بعض عليهم دور يعملوه. يعني انا مثلا لو انا عارفه الولد ده وبقالنا سنه مثلا نعرف بعض وبنحب بعض جدا, لا انا هقعد امهد بقى لاهلي طول السنه دي, ده في ولد شفتي ده عمل ايه يا مامي, ده دخل كذا, ده مقدم على كذا. لازم يعني انا بحس بالذات الاب والام طبيعي الصدمه الاولى ما ينفعش بقى يبقى انا عارفه انه في حاجات هيرفضوها. يعني فيه ناخد الموضوع بهدوء, اكيد هتاثر عشان انا شخص طبيعي, بس ناخد الموضوع على مراحل. انا تعبت شويه وبعد كده هفك, بعد كده ابتدي انسى الموضوع, بعد كده اتعامل عادي مع المواضيع الباقيه. ده حقيقي. بلس ان انا زي ما قلت لك ادخل اهلي في الموضوع حتى لو ان دايركت, من غير ما اقول لهم مين الشخص ده, من غير ما يشوفوه في اول مره, بس انا ابقى مديه هنت ان في شخص اصلا في حياتي وكويس وعنده كذا عنده كذا. فاهمه قصدي ايه؟ يعني ابتدي احسن صورته قدام اهلي قبل, يعني عشان بصراحه انا ما بحبش حد يجي البيت وفجاه يترفض. طبعا. وبعدين هو ابن حلال زي ما انا قلت داخل البيت يعني ايه اهو يعني جه بزمنه يعني البيت من بابه, فده بيبقى طبعا شخص كويس ومهذب ومحترم. فطبعا في اسباب اخرى هي اللي بتخلي الجوازه دي ما تتمش او يحصل رفض. طب خلينا نتكلم عن الرفض في العمل. احيانا بيبقى في بعض الناس متعشمين كده في مديرينهم ان هم ياخدوا اجازه, يطلبوا طلب ومثلا عايزين عشمانين ان ده يخلص. احيانا بيبقى فيه او يطلب من اي حد مثلا على المستوى العمل او حاجه عايزه تخلص مصلحه رفض. يعني الرفض ده بقى يعني لو انا الشخص اللي في ايدي الكلام ده مثلا ارفض ازاي عشان ما اجرحش اللي قدامي او ما اخليش الطرف اللي قدامي يتاثر بمشاعر سلبيه. بصي لو انا كمدير ان عشان ارفض الحاجه دي لازم ادي اسباب. فكره الرفض بدون سعي على فكره حتى في التربيه في العلاقات مفيش حاجه اسمها لا وخلاص, يعني مش حد بيقول كده. دي تجرح وتوجع وتخليه يفكر في سيناريوز كتيره, يحط حتى المدير ده في حته مش كويسه رغم ان هو ممكن يبقى مدير كويس. فانت اشرح لي مثلا رافض اجازتك, والله انت عارفه انه في ضغط شغلي يتسلم كذا كذا, لو خلصتي كذا لو هتعرفي تعمليه من البيت. يتكلم مع الموظف ده او الشخص اللي قدامه فساعتها يفهم. يعني انا ابقى خارج مرفوض اجازتي بس انا مقتنعه ان المدير اتكلم معايا في 1 2 3 فانا مقتنعه ان اللي اترفض. فاهم قصدي؟ ده اللي دايما بيعمل جاب ما بين المديرين والموظفين في الحته دي. طيب في شخص معين ممكن يترفض كتير في حاجات كتير, مثلا حد في العيله عندي, حد من الاصدقاء انا شايفاه شخص مرفوض, هل الرفض المستمر ده مؤشر لعيب في الشخصيه دي؟ محتاجه انزل بالايجو شويه واشوف كده. لان بحس اكيد الناس دي ما اجمعتش كلها على حاجه يعني مش صح, سبيشلي لو ناس كتير. انت بتقولي ناس كتير, وعايزه اقول لك برده ان مش لازم ما نصدقش ان احنا اترفضنا كتير. اترفضنا كتير وايه المشكله اللي بعد بقى كده هي دي الفكره. انا بقى في ناس كتير بتقف عند اترفضت كتير, يا اما زي ما قلت لك تتحول لضحيه المجتمع, يا اما ايه ده انا يا جماعه مرفوضه, اصل انا مستقصده, ده انا عايش دايما بترفض. دي برده تخليه ما يتحسنش, تخليه معلق شماعه الظروف والناس اللي حواليا وفي غيره. لا خلينا نفيس ويبقى عندنا سلام داخلي في القصه دي. انا شخص يا جماعه ممكن اترفض, ممكن طريقتي فيها مشكله, كلنا ممكن نترفض في كل المشكله الحاجات دي. يعني في اي جنب من الجوانب ممكن نترفض فيها. فالمفروض ان احنا ناخد
الرفض ده بشكل ايجابي ان انا اكمل بعد كده ازاي، اشوف الخطوه اللي بعدها ما اقفش على خطوه الرفض بالظبط سواء طيب في شغل او في علاقه. ازاي نقدر نفرق بين شعور الرفض في اي حاجه سواء في العلاقات او في الصداقه والشعور النبذ ان انا او التجنب ان انا متجنبه الشخص ده؟ في فرق يعني ان انا هو الرفض بيبقى ان الشخص عارفك بس رافض يتعامل معاك. النبذ ده ان هو اصلا قافل على نفسه سيركل معينه ومش عايز يتعامل. هما الاثنين محتاجين احنا نفرق. انا دلوقتي لو داخله جامعه مثلا في ساعات تلاقيهم شلل كده انت عارفه عاملين جروبس بس ده بقى منتشر يا ريم بشكل كبير جدا وللاسف يعني بيصعبوا عليا قوي الولاد اللي داخلين مدارس او عملوا شيفت انتقلوا داخلين مدرسه جديده سايبين مدرسه ورايحين مدرسه ثانيه بيبقوا نفسهم يسمعوا كلمه حلوه يندمجوا مثلا مع شله معينه رايحين اولى جامعه فبيبقوا لسه الدنيا مش لطيفه معاهم بيبقوا عايزين يدخلوا اي مجموعات ويبقوا صحاب. في ناس بتبقى عامله شله كده ومجنب اي حد او محدش هيعدي من الشارع ده فاهمه. فازاي ان احنا نلغي الموضوع ده يبقى عندي كمان الشخص اللي داخل عنده ثقافه تعرف على الاخرين بشكل لطيف ويبقى صديق ليهم عشان طبعا يتخطى المرحله الجديده دي. اويرنس في الاثنين يعني محتاجين اللي عاملين شله دول يفهموا انه لا احنا في مجتمعات وممكن نتعرف. بصي عايزه اقول لك برده للاسف الباك جراوند بتاع التجارب السيئه البنت اللي عامله جروب دي ممكن تكون يا حرام اتبهدلت من صداقات كتير فبالنسبه لها مش ناقصه اتعرف على حد جديد يطلع يعمل في حياتي موقف يعمل حاجه فعندها باك جراوند جواها مش قادره اتعرف على ناس ثانيه رغم ان ممكن الجديد ده اصلا يبقى البيست فريند جدا واختيار سليم بالظبط. فهي برضو اويرنس من ناحيتين من ناحيه الشلل دي محتاجه تقتنع انه لا الشخص الجديد ده ممكن يبقى حد كويس وانا كمان احاول اثبت لهم مش اثبت لهم ان انا كويس انا اظهر شخصيتي انا لو كويسه هلاقي شله تتقبلني. ايه ده انت دمك خفيف ايه ده يعني انا قعدت اول سنه جامعه كامله ما عنديش صحاب خالص انا كنت دحيحه شويه بس انا والله مش منبوذه بس انا فعلا ما لقيتش شله كانوا هم عاملين شله لوحدهم بس لما ابتديت منتشر في اولى جامعه قوي الموضوع ده لما ابتديت اهزر بقى ودكاتره واطلع عامل برزنتيشن فاهزر مع الناس واحنا قاعدين حتى مش عارفه اكتر ابتدوا الناس هم اللي قربوا لي ايه انت لازم تيجي تقعدي معانا في البريك الجاي مثلا هم لوحدهم هتلاقي فاهمه الليمتس دي هتتفك واحده بس محتاجه مننا شويه ثبات كده وصبر بالزبط. عشان ايه نبقى عندنا يعني نقبل على الخطوه اللي بعدها ونقدر نتعرف على بعض الاصدقاء. حد رفض مني حد طلب مني طلب وانا عايزه ارفض ازاي ارفض بطريقه شيك وما اخسرش اللي قدامي او ما يحصلش جاب بعد كده بين اللي قدامي سواء عن العلاقات الشخصيه او الاجتماعيه او في العمل او في اي حاجه. بص انا اتعلمت حاجه وللاسف في حاجه منها ايجابيه وفي حاجه منها شويه سلبيه انه في رفض ينفع يترفض من غير اسباب لان انت بتبقي مستغله في العلاقه دي فانت محتاجه ترفضي لا هي لا والشخص ده يعني مش عايزه اقول ملوش سلطه انه يعرف الاسباب او يستاهل عايزه تقولي هو يستاهل يستاهل يتقال والله عايزه اقولها كده مش قصدي بس فعلا في ناس تستاهل لا انت لا وانت اصلا مش في حياتي عشان ان انا اقول لك اسباب ايه. في ناس ثانيه بقى دي المقربين عيلتنا الجميله اصحابنا المقربين لا عادي انا بدي اسبابي ليه للرفض مثلا مش هننزل بجد انا تعبانه فعلا طب تعالي لي البيت بطريقه كده خلي عذر لطيف ان هو يتقبل العذر ده واعوضه عنها يعني مثلا لو انا اقدر مثلا طب احنا كنا متفقين على الخروج وهي مفضيه نفسها انا فكست عشان انا كنت تعبانه او عندي ظرف طب بصي خلاص يوم كذا انا هعدي عليكي ويلا وهنروح نفطر مع بعض ده. انا كده بشياكه ومفيش حل بالظبط من غير اي فاهمه ما هي مش هتضايق مني ان انا رفضت خلاص هي عرفت الاسباب وعرفت ان انا هقدر اعوض السبب ده. ريم احنا بنشكرك كانت فقره جميله وان شاء الله تكوني معانا في فقرات ثانيه ونتكلم في مواضيع ثانيه باستفاضه اكتر مشاهدينا كده فقرتنا انتهت ولكن حلقتنا لسه مكمله فاصل صغير وهنرجع ثاني خليكم معانا. خلينا نقول ان جواز الصالونات هو يعني جواز موجود منذ قديم الازل يعني كان زمان خالص هي الناس كلها بتعتمد على جواز الصالونات وفكره الخطبه وان يبقى في خطبه وتجيب عريس للعروسه او العروسه للعريس وموجود على فكره لغايه دلوقتي وفي حاجه اسمها الخطبه الالكترونيه وانواع كثيره او اشكال كثيره جدا من الجواز. طيب هل الجواز ده بيبقى ناجح؟ في ناس تقولك لا الجواز ده ناجح وفي ناس تقولك ايه لا الجواز ده بيبقى فاشل جدا مفيش حب في ناس تقولك لا انا ما اعرفش اتجوز من غير حب. طيب ليه الناس بقى بتشوف او بتخاف من فكره جواز الصالونات؟ ايه الاسباب اللي ممكن تخلي ان الموضوع ده يفشل او ايه الاسباب اللي ممكن تخلي الموضوع ده يبقى جواز او زواج ناجح؟ نعرف كل الكلام ده من مين؟ من ضيفتي النوراني دكتور اميره الفيشاوي استشاري العلاقات الانسانيه والاسريه.
يا دكتور امير اهلا بحضرتك. اهلا بيكي. اهلا بيكي. يعني احنا خلاص في 2024 وسوشيال ميديا وفيسبوك وانستجرام وحاجات كتيره جدا وتويتر، ناس خلاص ونوادي، يعني الناس خلاص كلها بتتعرف على بعض. ليه جواز الصالونات انت شايفاه ان هو مكمل او مستمر لغايه دلوقتي؟ خلينا نقول ان كل حاجه بتتطور بالزمن. يعني مثلا لما حضرتك قلت دلوقتي في خطبه الكترونيه، الخطبه دي كانت حاجه من قديم الازل، لكن دلوقتي حدثوها وبقت خطبه الكترونيه. الصالونات برضو هو ما هو الا مصطلح لتعارف الفردين على بعض او الشخصين على بعض. يعني هو ما بيبقاش اجبار لكل طرف، ولكن هو وسيله ان الناس دي او الاشخاص دول يجي يجتمعوا ويقعدوا مع بعض ويفهموا بعض ويشوفوا هل في توافق مع بعض ولا لا. لو احنا قلنا يعني ايه زواج، الزواج هو التوافق النفسي والفكري والجسدي والعاطفي الثقافي والثقافي والطبقي طبعاً. فالزواج يا جماعة حاجة مش سهلة، ودايما اقول ان الزواج على فكرة هو مش ما بين فردين، يعني الزواج مش واحد وواحدة، لا الزواج عيلة أسرة سيدة وعيلة رجل، الاثنين يبقوا لازم يبقى فيه توافق حتى ما بينهم وبين بعض بالظبط. يعني فإذا إحنا علشان هنا نحاول نسعى بكل جهودنا إن إحنا نخلي الزواجة دي تنجح لازم يبقى فيه توافق. لما صح. قالوا صالونات، قالوا صالونات ليه؟ ولما قالوا حب، قالوا حب ليه؟ وإيه الفرق بين زواجة الصالونات وزواجة الحب؟ زواجة الصالونات إن إحنا بنختار الأول المقاييس اللي ممكن تناسب بنتنا، فأنا شايفة مثلا إنها دكتورة فلازم ترتبط بحد في نفس المستوى العلمي أو الثقافي بالظبط. أنا شايفة إنها هي من طبقة معينة ساكنة بستايل معين لازم تسكن في نفس المستوى ده. والحقيقة إن ديننا قال كده فعلا، إن إحنا لما نيجي نختار زوجة أو زوج لازم يبقى على نفس المستوى الثقافي والديني والعلمي وهكذا. إنما زواج الحب هو التوافق العاطفي بس. يبقى إحنا هنا لو فهمنا إن زواج الحب ممكن يبقى اختيار بند واحد من بنود متعددة، وبالتالي أنا لو حبيت شخص ببدأ هنا أضحي وتنازل عن بنود تانية، وهنا بيجي الخطأ. الدراسات أثبتت إن زواج الحب أثبت فشله. ليه؟ لأنه يعني بيتم في المطلق، في المطلق على فكرة في كل دول العالم، في أمريكا، في الهند، هنا في الدول العربية، في الشرق الأوسط، أعلى نسب طلاق من زواج الحب. فهو الحب إن أنا اخترت الراجل ده أو الشخص ده علشان أتزوجه، ولكن بناء على بند واحد على العاطفة. طب أنا بصيت لأهله، لا أصل أنا حبيته. يعني ايه حبتيه؟ طب انا بصيت للثقافة، انا بصيت للفكر، انا بصيت للتوافق، مجرد انجذاب وهمي. البنت انجذبته للراجل وقالت انا قلبي وبحبه وحاولت تعيش لا حالة حب. انا عايز اقول على حاجة، يعني هي يعني عارفة هي بتحاول تعيش حالة لا، وانا عايز اقول حاجة كمان للبنات بجد، وانا جاي لكم من المستقبل صدقوني. الحب والله انا كان اهلي يقولوا لي الكلام ده، اقول لهم لا استحالة، الحب والله ما بقولش بينتهي بعد الجواز، بس لا هو بيبقى فيه اولويات تانية غير الحب بعد الجواز على فكرة. يعني عندي حاجات تانية، عندي ان انت راجل مسؤول، عندي راجل انت بتصرف، عندي راجل انت متحمل مسؤولية بالظبط، عندي حاجات تانية كتير. لا الحب ده خلاص بنركنه على جنب شوية. لو احنا بقى عدلنا المفهوم للبنات نقول ايه؟ ان في حاجة اسمها قبول عاطفي من ضمن بنود كتيرة. البنت لما تيجي تختار لازم تختار القبول العاطفي، التوافق الثقافي، التوافق الطبقي الاجتماعي يعني عفوا الاجتماعي، التوافق العلمي، وانسجام العيلتين مع بعض وتوافقها مع مثلا مامة زوجها او مامة زوجه، يبقى هنا في حالة توافق. لكن في للأسف من خلال الأفلام العربي القديمة اللي احنا كلنا طلعنا عليها، فهموا البنات ان الحب هو التنازل. واحنا ما فيش حاجة بتصح هذا او بتقر هذا. ليه تتنازلي؟ يعني ليه تتنازلي عن حاجة معينة انت شايفاها ان هي essential او اساسية للحياة؟ ليه؟ ليه تتنازلي عن مستوى فكري او مستوى ثقافي، او ان مثلا عيلته مسببين لك مشاكل؟ بقى شايفة ان هي انا كده بقى اقف جنبه بالزبط. لا يا حبيبتي، لا 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 مفيش كده. ولما يبقى معاه فلوس او يبقى مقتدر ما ولا هيفتكر حاجة من اللي انت عملتيها. فهو بلد. الحب بيبدأ معناه الفكر الخاطئ عند البنات هي سلسلة من التنازلات. طيب خليني اتكلم عن بقى جواز الصالونات، وعايزه اعرف لكل حاجه ميزه وكل حاجه عيب. عايزه اعرف ايه مميزات جواز الصالونات وايه عيوب جواز الصالونات؟ بصي هقول لك حاجه، مميزات زواج الصالونات ان هو بيبقى اختيار على اسس زي ما احنا قلنا من شويه متوافق، ان احنا بنختار بعقلنا وليس بالعاطفه. طيب ايه بقى العيوب؟ العيوب ان احنا بنسيء استخدامه. يعني في اهالي احيانا بتجيب العريس للبنت عشان تجبرها على الزواج. لا
احنا مش عايزين هنا نخلي زواج الصالونات هو اجبار، ولكن احنا بنقول لبنتنا ان اتفضلي في البيت اي حد عايز يرتبط بيكي بدل ما يدخل من الشباك يدخل من ايه من الباب او من الصالون، يجي يتفضل في الصالون عشان يعني يحصل له عمليه تقييم. فهو دي العيوب، ان في الاب والام بيسيئوا استخدام زواج الصالونات، واحيانا بيشوفوا من وجهه نظرهم حاجات هم شايفينها غير متوافقه للبنت مثلا. ده لو الاسره غير سويه، يعني لو الاسره هنا غير سويه، وانا بيستخدموا بنتهم كسلعه ان هم بيبيعوا. لكن لو احنا وجهنا زواج الصالونات بشكل واقعي وشكل لمصلحه بنتنا، يبقى هو مكان احنا بنتقابل فيه بدل ما البنت تبدا تعمل علاقه غير شرعيه خارج المنزل. لا، بنقول لها اتفضلي في الصالون وتعالي وندرسه مع بعض، نشوف هل في توافق فكري، توافق ثقافي، توافق عائلي، توافق عاطفي، وبالتالي بنبدا نقنع بنتنا وهي كمان تقنعنا، ونشوف في الاخر هنوصل لاي قرار. طيب شايفه ان يعني انا بشوف حتى مؤخرا انه جواز ومن زمان على فكرة ان بيشوفوا ان زواج او جواز الصالونات ده ان بيبقى محرج للبنت، يقولك ايه طب ما انا لو انا مثلا جبت بنتي وقعدتها مع واحد ما هو هي ممكن ما تعجبوش. فانت شايفة برضو ان فكرة زواج الصالونات ده بتبقى محرجة للبنت اكتر؟ زواج الصالونات ممكن يبقى محرج فعلا البنت لو هم بيعرضوها كسلعة ويجي يقول رأيه فيها، لكن احنا هنا عايزين بقى نحدث ونعدل زواج الصالونات، ان هو لا، المفروض الشخص ده عارفها وشافها قبل كده، ولكن احنا بنخليهم يجتمعوا في الصالون بتاعنا عشان يبقوا تحت ادارتنا وتحت عينينا. لكن علشان هو يبقى ما شافهاش والبنت طالعه تعرض نفسها، دي اكيد بتبقى حاجه جارحه، خاصه ان احنا دلوقتي خلاص عدينا المراحل دي، احنا عدينا المراحل دي والبنت بقى عندها شخصيه وبتتعامل مع ناس وبتنزل الشغل، فما ينفعش ان هي تيجي تبقى محط تقييم. طيب في حالة انه لا قدر الله زي ما انا قلت لحضرتك انه حصل جرح للبنت، او ان مثلا الراجل لا، هي بعد ما قعد معاها وشافها لقاها مش مناسبة بقى فكريا، اجتماعيا، ايا كان السبب ايه، ازاي الاهل ما يتأثروش نفسيا بالرفض ده؟ لان للأسف لما البنت بتترفض بنلاقي سلسلة من اللوم على البنت، انت بصي كنت اكيد لابسه ايه، بص انت سنك عمل ازاي، بص انت كنت تلاقيكي عامله، بص انت كلمتيه ازاي، بنلاقي سلسلة من اللوم بتنزل على البنت. فازاي الـ ما يتأثروش سواء الاهل او البنت ما تتأثرش نفسيا بحالة الرفض دي؟ يعني انا اصلا يعني رافضه فكره ان البنت تيجي وتبقى اول لقاء من خلال الصالون، ولكن انا ممكن البنت تكون انا عرفته في الشغل وهو طلب الارتباط بيا، فاول لما يرتبط بيا او يطلب الارتباط بيا بيتفضل في الصالون. ففكره بقى الموافقه المبدئيه اللي حضرتك بتتكلمي فيها او القبول هي اوريدي حاصله. فكره لوم الاهل طبعا ده غير مطلوب، يعني عارفه دلوقتي معظم الشباب بيتعرفوا على بعض في الفيسبوك وفي الشاتس. انت مع الموضوع ده؟ يعني بصي الفيسبوك ده روم صح؟ غرفه كده او صفحه، والصالون غرفه او صفحه، والجامعه غرفه او صفحه. لا بس الصالون انا برضه وشي يعني انا او المكان الشغل انا عارفاه، لكن الفيسبوك دي انا دي شاشه. لا ما هو انا هو مش معاه في الاستمراريه، انا معاه كاختيار وهو بعد كده جه طلب ان هو يقابلني في الواقع. لكن لو استمراريه في العلاقه في الفيسبوك ده طبعا يبقى مرفوض، لان تبقى حاجه افتراضيه وحاجه وهميه. صح. تمام. لكن لو انا قصدي ان الاثنين بيبداوا اول لقاء مع بعض من خلال حاجه بتفجر ده، ممكن الفيسبوك فجرت ده فطلب الارتباط فبيتفضل يجي يقابل بشكل رسمي عند الاب والام، او ممكن الجامعه، او ممكن الشغل. وبالتالي هنا الاب والام لازم يبقى برود مايندز، يعني احنا جايين نتعرف على بعض، مايبي ان احنا نتفق ومايبي ان احنا نختلف، وده لا يعيب بنتنا ولا يعيبنا، ولكن احنا اختلفنا، ولكن علشان نخلي البنات والعلاقه تحت ادارتنا. طيب حضرتك قلتي حاجه مهمه جدا انه ممكن نتفق وممكن نختلف، ودي حاجه ما تعيبش اي طرف من الاطراف. بالظبط. طيب هل ممكن مثلا بنت يعني سواء زواج بقى صالونات او زواج يعني او خطوبه، مش هنتكلم لسه ما اتجوزوش، بس اتخطبت مره صالونات لقيت قالت لك لا انا عايزه اتخطب بقى بالحب، اتخطبت مره بالحب لقيت انه برده مش نافع، هل شايفه ان ده ممكن بيأثر على سمعه البنت؟ والله يعني انا عايزه اقول لك حاجه، انا من ضمن مبادئي ان البنت المفروض تدخل تحت تجارب قبل اختيار الزوج، لان فكره انها تختار زوج خاطئ، السوشيال ميديا بالكلمه دي دلوقتي بالظبط، فكره انها تختار زوج خاطئ
وتنفصل. أيوة، هي دي الكوارث اللي احنا بنواجهها. انت بتقول لك بقى بتحرض على ان البنات لا هي انا عشان بس نوضح حاجه، تجارب تحت اداره البيت طبعا 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 ان تحت اداره البيت يبقى الام، لان احنا يا جماعه احنا خلاص في زمن الولاد والبنات على طول مع بعض، سواء بالزبط. المدرسه مشتركه، الكليه مشتركه، النادي مشترك، الالعاب حتى مشتركين، فطبيعي احنا مش هنقفل دماغنا او مش هندفن راسنا في الطين او في الرمله زي النعامه. لا خلاص، انا بنتي على فكره بتروح الجامعه عندها اصدقاء، انا كمان اسمح لها لما يبقى في حد هي مرتبطه بيه او في انجذاب لي تيجي تقول لي مفيش مشكله. هو فكره ان البنت دلوقتي تقدر تعمل علاقه مع حد غريب يعني، او حد ممكن يحاول يستقطبها في سكه غلط، دي متاحه بقت. ممكن تبقى البنت قاعده في اوضتها وماسكه الموبايل وبتعمل كل حاجه، صح؟ فاحنا عايزين هنا نخلي الموضوع تحت اطار الاسره. تمام. طيب انا البنت هي طبيعي انها تجرب، يعني انا علشان اشتري هدوم تمام تناسبني انا بروح اقيس، صح؟ يعني انا بروح اقيس، ممكن لا الموديل ده ما ينفعش ليا، في موديل تاني ينفع ليا. فبدل ما البنت تبدا تحس انها مختلفه عن زمايلها، ده كل زمايلها عنده اسمه ايه، الكراش بيقول لك الكراش دلوقتي، وكلنا عندنا الاكس والكراش وبنخش في لاف ستوري وحاجات غريبه كده، فتبداي تشوفي بنتك هي كمان انا غريبه، انا مختلفه، انا عايزه ابدا ابقى زي اصحابي. طب هتلاقي هنا استيعاب واحتواء من الاسره ولا هتلاقي نفور؟ لو لقيت نفور البنت ممكن تبدا تعمل ده بره البيت. ودلوقتي الدنيا بقت صعبه جدا، فانا حابه ان الاسره لا تفتح الباب للبنت وتفتح لها التجربه، طالما ما حصلتش وتبقى تجربتها دي تحت مظله الاسره، تحت مظله الاسره وفي الكتمان. يعني انا مش هذيع ان البنت اتخطبت، لا ده صديق ام عفوا والدته صديقه تمام، فبيجي بنخرج مع بعض بنتعرف مع بعض لحد ما نشوف هل في فعلا توافق ولا لا. لكن علشان انا ارفض او انصفر البنت مني، البنت هتبدا تعمل ايه؟ تبدا لعلاقات خارجيه. وطبعا يعني انا كمان عايزه اقول ان هي لو دخلت في تجارب وفشلت في اطار الاسره، ما ينفعش ان الاسره تلومها، لان هي المفروض اصلا عشان تبدا تكون فيدباك وتعرف هي بتحب ايه وبتكره ايه، الطباع اللي هي منسجمه معاها هي عايزه ايه، لازم تدخل تجارب. بس في اطار الاسره انا اقوله ان يا جماعه فتره الخطوبه دي هي مش معموله عشان انا لازم هتجوز، لا هي فتره بالزبط. الخطوبه معموله عشان انا هعرف انا مناسبه للشخص ده وهكمل معاه ولا لا، لكن مش معموله علشان انا مجبره ان انا خلاص لازم اتجوز. استاذه نرمين، حضرتك متذكره مثلا لما كنت انت في ابتدائي مش كنت احيانا بتصاحبي بنت، احنا خلينا دلوقتي، وتكتشفي انها مش كويسه، صح؟ فتسيبيها فتبداي تكوني فيدباك فتروحي لصديقه تانية، صح؟ لحد ما في الاخر بتتولفي مع صديقه انتيم لكي، صح؟ فكره الارتباط كده. انا ازاي اجبر بنتي انها تختار اول شخص تقدم لها وهي نفسها ما عرفتش هي عايزه ايه؟ امال يعني امال ايه بقى اسباب الطلاق؟ ليه دلوقتي نسبه الطلاق ارتفعت؟ كل البنات بيتزوجوا في سن مبكر في 20 23 24 ويكتشفوا ان مش ده اللي انا عايزاه. طب ما كنا نخليها، لان فكر البنت بيتغير يا جماعه، انا وانا عندي 20 سنه غير وانا 30 غير وانا 40 بالزبط. دلوقتي خالص متطلباتي بتختلف على فكره. فخلينا يبقى في بقى تجربه تحت اطار الاسره، تمام، تجربه مع الاسره وفي سريه في الكتمان علشان نحتوي بنتنا ونكون معاها عقلها اللي بيتكون دلوقتي ناحية الرجل، صح؟ ما هي قبل كده ما كانتش بترتبط، صح؟ ما كانتش تعرف يعني ايه ارتباط. فنبدا بقى نكون عقلها، انت غلطتي هنا في كذا، طب انت كنت عصبيه، طب انت اخترتي واحد يعني قلتي مثلا ان هو بتاع بنات بس قلتي هيتغير، التجربه اثبتت ان هو ما بيتغيرش، نبدا نعيد تاني اختياراتنا ونختار واحد مسؤول والزواج هو مسؤوليه، ونشكل لها بقى الفكر اللي هتختار بيه، صح؟ فالتجارب مطلوبه ولكن في اطار الاسره وفي اطار احتواء، بدل من ان البنت تطلع بره وتكتشفي بمصيبه بعد كده. صح. انا بشكرك شكرا جزيلا، ويعني بجد حضرتك كلامك جميل ومريح ومفيد، واتمنى كل الامهات والاباء اللي بيتفرجوا علينا مش ما تفرحوش بان هو عريس غني جاي ياخد بنتكو، او انا بنتي بتحبه فخلاص هو هيبنها، مش ضد ان نبنيها طوبه، مش ضد ده خالص على فكره، لكن زي ما دكتور اميره قالت ان يبقى في توافق في كل النواحي، مادي ثقافي اجتماعي من كل الناحيه. دكتور اميره الفيشاوي استشاري العلاقات الانسانيه والاسريه، انت نورتينا. ميرسي ميرسي استاذه، ده نور. طيب احنا اكيد لسه مكملين مع حضراتكم فقراتنا في هو هنا، لكن بعد الفاصل.
مرحبا بحضراتكم مره تانية وفقرتنا الاخيره فقره المطبخ. معانا النهارده البلوجر ميرنا ايهاب هتعمل لنا اكله طبعا كلنا بنحبها. ازيك يا ميرنا؟ ازيك عامله ايه؟ الاخبار؟ الحمد لله تمام. هنعمل ايه النهارده؟ هنعمل سجق. ما حدش ما بياكلش السجق اعتقد. طيب ايه مكونات معانا المقادير؟ سجق بس يكون مسلوق، بصل وفلفل اخضر والوان، ملح وفلفل، وفلفل حامي بقى اختيار يعني. ماشي يلا بينا. يلا بينا. انت هتشوحي على طول السجق؟ اه بالظبط بما ان هو مسلوق. ممكن بقى نحط زيت؟ ممكن هو نحط في العادي دايما بيتسلق قبل ما بنشوحه او كده؟ لا لا بس انا بحب اسلقه علشان بيبقى فيه دهون كتير جدا. اوكي فبتنزل بقى يبقى احسن؟ اه بالظبط. مش معلومه كويسه مفيده بالنسبه لي. في ناس برضو بتحب تقطعه بس انا بحبه يبقى كده علشان ما يتهريش. طب وبتعملي السجق بطرق ايه تانيه؟ لا بصي بصراحة لسه ما جربتش بس بفكر اعمله بدبس الرمان. سمعت انه حلو. انا بحبه جدا. دوقتيه قبل كده؟ في المطاعم. حلو جدا. لا وسجق دلوقتي اصلا بيتحط كمان على الحواوشي يعني بقت حاجة. بقت حاجة خلاص يعني بقوا بيعملوه بكل الطرق بجد. انتي بتحبي الاكل ايه؟ بحب ايه؟ اكلك المصري. مطبخ ايه بتحبيه؟ لا بحب كله بس بحب المصري قوي يعني. مكرونه بشاميل بقى، محشي، الحاجات دي. الحاجات دي اي حاجه بتسخن فكلها بالظبط. في ناس برضو بتحب تحط البصل الاول بس انا بصراحه بخاف يتحرق يعني. بتحب عشان ياخد وقت بالظبط. طب بدايتي بقى قصتك مع الطبخ دي يعني؟ انا فجاه كده اكتشفت ان انا يعني بعرف اطبخ، اللي هو ما حدش علمني او حاجه. لا اكتشفت ان انا يعني دخلت المطبخ كده بقى وفننت يعني. بس وبتقعدي بقى تجربي وتعملي كده مع نفسك حاجات في البيت؟ بالظبط. انت متخرجه من ايه؟ متخرجه من بزنس انفورميشن سيستم. اوكي بس انت الكونتنت بتاعك على السوشيال ميديا مش بس اكل، بتعملي كذا حاجه ثانيه. بتعملي ايه بالظبط؟ هير كير وسكين كير وفاشن بقى، وكنت فتره كمان موديلنج. كل حاجه. واتجهتي للاكل اشمعنى؟ حاجات اللي بتحبيها؟ بالظبط يعني. الاكل بالذات في الكونتنت بتاعي اللي هو بحبه يعني، حاجه بعملها فبحطها يعني. بس دلوقتي خلاص كده السجق تقريبا ماشي. هنحط بقى ايه؟ البصل. انت بتدي البصل تشويحه خفيفه علشان بالظبط ما يتحرقش كده بس. وطبعا بقى الكميه على حسب كل واحد. ممكن بقى نحط ايه بدل السجق للناس اللي ما بتحبش السجق؟ نعمل ايه كده اكله سريعه وناكلها؟ ممكن بنفس المكونات دي فراخ، هتبقى لذيذه قوي برده. شواحي الفراخ كده مع البصل والفلفل الالوان، ممكن تزودي عليها كريمه برده تبقى حلوه قوي. طبق من مكرونه او رز. بالظبط. طب بتحبي تعملي ايه في المطبخ؟ الحلو اكتر ولا الحادق؟ لا الحادق انا بعرف اعمل حلو قوي. بتعملي ايه اصلا؟ بعمل مكرونه بشاميل جوسي تحفه بجد. والله سهله برضو على فكره، اصل انا بدوق مكرونه بشاميل كتير. من كل بيت بتطلع بغير مختلفه. في ناس بقى يعني على حسب المقادير، بس هي تحسي ان هي ملهاش حاجه معينه. كل واحد كده على حسب بيحب ايه يعني. مفكرتيش تدرسي الطبخ؟ بصي مش عارفه يعني، بس نفسي قوي اعرف اعمل حلويات حلوه يعني. بقعد اشوف كده الفود بلوجرز كده وانا بقلب يعني، تحس ان ما جربتيهاش مره؟ لا بخاف بصراحه كده. معقوله انت بتدخلي كده المطبخ كده ما جربتيش تعملي اي حاجه حلوه كده؟ جربت مره اعمل حاجه حلوه بس يعني فشلت. خلاص احبطتي مش هتكملي. قلت لا خليني في الحاجه بقى. احنا كده السجق يعتبر استوى ولا لسه؟ يعني نص نص كده. هو مع هو بياخد وقت اصلا؟ لا لا خالص، دي اسرع حاجه ممكن. ولو مش مسلوق برضو ياخد وقت ولا لا؟ لا ما ياخدش وقت، بس انا بحب اسلقه بس علشان الدهون. حاجه سريعه ولذيذه. بتقدميه مع ايه بقى غير العيش؟ احنا هنقدمه النهارده مع ممكن عيش وفرايز، عيش وشيبسي، ممكن مكرونه بالصلصه بيبقى لذيذ قوي. بس ممكن نحط بقى الفلفل.
وفي ناس برضو مش بتحب الفلفل الالوان فايتس اوكي يعني زي ممكن يحطوا الاخضر او الحراق. انا بحب احطه يعني كقيمه غذائيه اكتر من هو طعمه بيبقى حلو مع السجق يعني. محتوى الاكل بقى اللي بتقدميه بتتكلمي بتوريهم وصفات جديده ولا بتتكلمي عن ايه بالظبط؟ انا كنت حاطه السجق على الفيج بتاعتي على اساس ان هو يعني حاجه سريعه. كنت عامله كوسه بالبشاميل علشان الاطفال يعني انا عندي بيبي مش بيحب الكوسه بجد. انت متجوزه ومخلفه ما شاء الله حسيتك صغيره قوي. انا حسيتك يعني انت متخرجه وكده. طب بتعملي ايه صح للاكل مع الاطفال ده؟ حاجه انا عارفه عذاب بجد. بتعملي ايه بقى عشان تحببيه شويه في الخضار وفي الاكل؟ بعمله له بقى بطريقه دي يعني بدل ما نعمل مكرونه بشاميل نعمل كوسه بالبشاميل فتمام كوسه البشاميل واللحمه المفرومه وكده ما تبانش يعني. عملت برضو فراخ بالوايت صوص والبقدونس زي ما كنت بقولك على بدل ده يعني من شويه. بس وجربت يعني حاجه واحده بس نزلتها كنت بعمل جالي كده بسكوت من تحت بقى وكريم شانتيه لذيذ برضه. نجحتي في ده. طب ده على قلبي اصلا. ده على قدي ده ماشي بس ده حلو عادي انت عملتيه كويس. بالظبط. هنعمل ايه دلوقتي؟ ممكن بقى نحط الفلفل الحراق للي عايز عشان هو بيبقى صعب قوي حتى مش هحطه كله يعني. ممكن نزود ايه تاني مثلا؟ ممكن نزود طماطم. في ناس بتحب الطماطم بس انا بحس ان هو لو رو كده بيبقى انا بحبه كده. دبس رمان بس مش عارفه بقى دبس الرمان لسه في نفس يعني محتاج حاجه زياده او ده لسه انت هتجربيها ونبقى ايه تعالي لنا بقى نعمل نجرب بقى وصفه جديده مع بعض. بالظبط. ممكن بقى نحط شويه ملح وفلفل كده. بس الدبس الرمان دي لبناني مش كده؟ تخيلي. تحبي المطبخ اللبناني؟ يعني بحب السلطه بتاعتهم قوي. فتوش حاجه ما بحبهاش. صح بالظبط. مش هزود بقى الفلفل قوي علشان اوريدي هي اصلا يعتبر كده الاكله جهزت يعني ما خدتش 5 دقايق. انا بقول لك يعني هي بجد الموضوع سهل جدا. مستعجل يا دوب بيتلف قد ايه؟ لا ما فيش يعني اول ما تحسي ان الدهون طلعت كده من فوق خلاص بتقومي قافله عليه يعني الناس ما تسيبوش بس لحد لما تتهري علشان ما بس كده. هو خلاص يعتبر يعني دايما وصفات السجق سريعه ما بياخدش وقت يعني حتى بكل الحاجات اللي زي ما قلتي دبس رمان وباشكاله مختلفه. هي هو بس أكلة سريعة وخلاص كده. ايه تاني اكلات سريعه بتعمليها في بيتك لو انت عندك حاجه؟ زي ما قلت لك الفراخ برضو يعني في ناس بتتبل الفراخ. لا مش لازم يعني ممكن تحطي مع توم مع شويه خضار يبقى تمام. بتجهزيها من قبل كده؟ لا مش شرط يعني يدوبك بس بتقطعي الفراخ وتحطيها مع الثوم او البصل وتشوحيه مع شويه خضار وشويه رز. اللحمه نفس الكلام هي خلاص تعتبر خلصت كده. هنحطها في الطبق نقدمها. مفيش اسهل من كده مع عيش. وكالعاده طبعا لازم نذوب الالوان الحلوه دي. بالظبط. الشكل بيبقى برده اهم حاجه. الشكل اهم من الطعم. لو انت بتشوفي بس على السوشيال ميديا كنت اقول لك طبعا سوشيال ميديا. بالظبط. بما اننا بنتكلم عن انت مش بتدوقي فاهمه انت بس في الاول بتشوفي الشكل. فلازم الكونتنت كريتور يبقى عارف ان هو يقدم الاكله بشكل حلو تخلي الناس تتشجع ان هي تجربها في البيت. طب مع وجود كل البلوجرز اللي موجودين دلوقتي كده وصناع المحتوى المختلفين ازاي قادره انك تفرقي نفسك عنهم او تبقي مختلفه عنهم؟ بحب اكون عفويه يعني بتكلم على طبيعتي. الناس ما تحسش انه يعني هي بتعمل يعني اعلان او بتتكلم بطريقه كده يعني. بحب اكون تبقي نفسك. بالظبط. وبتعملي ايه تاني على السوشيال ميديا؟ بس هو سكين كير. قولي لنا وصفه. انت قلتي سكين كير وحاجات الهير كير لازم تقولي لنا وصفه دلوقتي للشعر. بصي مش بعمل وصفات طبيعيه يعني بس كان جات لي فتره كده كان شعري بيقع جامد قوي فانتظمت على 3 حاجات بيضه وزبادي وخياره. على شعرك؟ لا اكل. لا مش انا اتخضيت. لا مش هحط خيار على شعري. بيضه وزبادي وخياره لمده 3 شهور فعلا فرق جامد جدا.
بس في وصفات كثيره برضو الواحد ممكن يعملها في البيت لشعره يعني. وانا شايفه ان الموضوع اللي بيأثر قوي هو من جوه الاول بالظبط من جوه او الفيتامينز او كده وبعدين خلاص تبتدي بقى تشوفي شعرك ونضارة البشره بقى احنا في الصيف بقى دلوقتي اصلا والشمس وفي كوارث دلوقتي صن بلوك بتعملي ايه؟ طبعا صن بلوك. في ماسكات معينه بتعمليها في البيت؟ بصي انا بصراحه مش بعمل حاجات طبيعيه يعني انا بلجا اكتر ان انا اجيب برودكتس هي اللي هي متخصصه يعني انها تظبط الموضوع ده. ايه اكتر حاجه شايفاها ان هي بتفيد بشرتك؟ يعني انا مثلا الروز ووتر الروز ووتر حلوه بتبقى حلوه معاكي؟ طبعا انا جربتها برضو. ما اي حد يقول لك اول ما تصحي في الايس ده تمشيه على وشك بالظبط عشان حتى اللي عنده عينه منفخه او كده بتهدي كل ده. حطي تلج على وشك اول ما تصحي وبتبقي مفايقه جدا لوحده ثانيه. ما انا دايما بهدي الانتفاخ فعلا. انا معانا كمان بحب اقعد اشوف الحاجات دي برضو كده جدا. فلا هو فعلا الروز ووتر حلو قوي والايس رولر فعلا. وكمان لو بشرتك ملتهبه ممكن تحطي لبن في قطنه. لبن تحدي الالتهاب شويه. نشا انا سمعت النشا دي لا بلاش كده احس عجينه. لا خلاص دي حاجه مني ما اعرفش اعملها. لا انت نورتيني النهارده. انا بشكرك على وجودك معانا نورتينا. ميرسي قوي ليكي. ميرسي ليكي. وبكده خلصت حلقتنا النهارده. ان شاء الله تكونوا عجبت حضراتكم واشوفكم في حلقه جديده من هو وهنا.